كيف فاقمت الحرب معاناة اليمنيين وعطلت مصالحهم؟ كيف تعيش ملايين الأسر التي فقدت مصدر دخلها بسبب الحرب؟ وكيف يمكن مساندة المعدمين الذين تركوا على قارعة المعاناة في البلد الذي يعيش أسوأ كارثة في العالم؟ أهلا بكم. فقمت الحرب معاناة اليمنيين وأزماتهم، وساهمت في اتساع رقعة البطالة والفقر، وتلاشت مؤسسات الدولة وخدماتها الضرورية. غابت خدمات الدولة وغاب دورها في إعادة تطبيع الحياة وسوق العمل في المناطق المحررة، وغاب أيضا أثر المساعدات الإنسانية المقدمة لرفع معاناة اليمنيين وأزماتهم. قناة بلقيس من خلال احتكاكها بمعاناة الناس وتلمس حاجتهم عبر شبكة مراسليها في الميدان، أرادت أن تكون خارطتها الرمضانية لهذا العام إلى جانب الإنسان. حيث الإنسان، برنامج إنساني مسابقاتي يسلط الضوء على معاناة الإنسان اليمني، يساهم في تقديم رؤى لحلها بتحويل المجتمعات العاجزة إلى منتجة وتحريك عجلة المشاريع التنموية المتعثرة. برنامج إنساني خيري بقالب مسابقاتي سيكون معكم طيلة ليالي شهر رمضان. ما جديد خارطة بلقيس الرمضانية لهذا العام؟ ولماذا حيث الإنسان هذه المرة؟ اليوم معنا في برنامج المساء اليمني. في بلد كاليمن، الخبر ليس معلومة فحسب، بل قيمة إنسانية أيضاً. أو هكذا بدا الأمر لبلقيس التي ذهبت حيث الإنسان، فعادت لتحمل إليه بعض الخبر. حيث الإنسان كان شعارها الأول، فالإنسان أولاً وأخيراً، غايتها الكبيرة في برنامج يعزز مفهوم شعار بلقيس حيث الإنسان. ويهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على قضايا وحالات إنسانية تشكل جزءاً من معاناة اليمنيين، يكشف حجمها وتأثيرها ويلفت الانتباه لها بطرق جديدة. حيث الإنسان برنامج مسابقاتي خيري يعرض طوال شهر رمضان، يستعرض في كل حلقة قضية ويسهم في البحث عن حلول لها عبر تقديم معالجات مادية تنقل الصورة الكلية للمشكلة وأسبابها وحجم انتشارها في البلاد. الفكرة أنه إحنا نحتاج برنامج يسوق فكرة إنسانية مهمة وعميقة، يعني تترك أثر في الناس. حتى المشاريع اللي تم تنفيذها على أهميتها، هي الفكرة اللي وراء هذه المشاريع هي يعني أكثر تأثيراً من المشروع ذاته. يعني مع أهمية المشاريع اللي تمت، المشاريع غيرت في حياة الناس. لأن المأساة أصبحت تجثم على كامل مساحة الجغرافيا اليمنية، فقد حاول برنامج حيث الإنسان الوصول إلى أبعد نقطة يمكن الوصول إليها، من الأزارق آخر نقطة منسية من محافظة الضالع إلى هامش مدينة مأرب، حيث لا يجد الكثير من النازحين أماكن تأويهم، إلى أسرة شردتها الحرب وأفقدتها مصدر رزقها. قصص تبدأ ولا تنتهي حملناها معنا، وبدعم من مؤسسة توكل كرمان الدولية، محاولة لمساعدتهم لتجاوز الحالة القائمة. برنامج حيث الإنسان هو برنامج تدعمه مؤسسة توكل كرمان، يهدف هذا البرنامج إلى تقديم العون الإنساني ودعم المبادرات المجتمعية والإنسانية في اليمن. استهدفنا في إطار هذا المشروع 10 محافظات يمنية. نفذنا في إطار هذا البرنامج 30 مشروع ومبادرة قمنا بتمويلها تمويلاً كاملاً. تنوعت هذه الأنشطة من إعادة تأهيل لبعض الخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى دعمنا للمشاريع الصغيرة. أيضاً قمنا بمواجهة احتياجات النازحين في بعض احتياجات النازحين في المخيمات، بالإضافة إلى أنشطة ومبادرات مجتمعية أخرى متنوعة. بالرغم مما يقدمه البرنامج وتقدمه المنظمات في اليمن، إلا أن الحالة الإنسانية لا تزال بحاجة إلى الكثير من الجهد والتعاون. وأهم ما يهدف إليه البرنامج هو لفت نظر العالم إلى ما يمكن فعله في هذه الجغرافيا التي تشهد أسوأ كارثة إنسانية في العالم. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا مدير عام قناة بلقيس الأستاذ أحمد الزرقاء، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ أحمد، وكل عام وأنتم بخير مقدما. أهلا وسهلا وسهلا، وكل عام وأنتم بخير ورمضان كريم مقدما. نتمنى أن يكون شهر فاتحة للخير والعطاء، وأن تتحسن في أوضاع اليمنيين، ويعني أن تفرج
ولو جزء من معاناة اليمنيين في هذا الشهر الكريم إن شاء الله بإذن الله تعالى. إذن أستاذ أحمد، قبل أن نتحدث عن خارطة برامج رمضان لهذا العام بشكل عام، دعنا بداية نتوقف عند برنامج حيث الإنسان. نود من خلالك أن تعرف المشاهد الكريم على فكرة البرنامج. هذا البرنامج ينفذ لأول مرة في القناة، هو البرنامج الأكثر ميزانية والأكثر تمويلاً من حيث الإعداد ومن حيث أيضاً التنوع وطاقم العمل الكبير الذي عمل لدينا معنا في الميدان. هو برنامج إنساني في الدرجة الأولى، لكن تم محاولة إيجاد صورة أخرى للترويج له لكي يصل إلى أكبر عدد من الناس، وهو ربطه بفكرة مسابقة مجانية أيضاً، أو الاشتراك فيها مجاني لكنها توزع 3 جوائز يومية بمقدار 100,000 ريال لكل جائزة عبر المشاركة في البرنامج عبر إرسال رسالة للواتساب. الفكرة هي الأساسية هي أن نسلط الضوء على المعاناة التي خلفتها الحرب، والتي خلفتها أيضا استمرار ترك اليمنيين بدون غطاء، سواء المنظمات الدولية أو حتى الحكومة وغيرها من الجهات. لاحظنا أن هناك حالة كبيرة من المعاناة. هذه الملاحظة أستاذ أحمد اسمح لي، هل أتت من خلال تتبع قناة بلقيس للخبر الإنساني من خلال القصة الإنسانية عبر شبكة مراسليها، فوجدتم أن هناك فعلا كارثة إنسانية في الميدان؟ بالتأكيد أن هناك الكثير من القصص التي ذهبنا لتنفيذ المشاريع لها كانت مرت عبر إلى غرفة الأخبار عن طريق مراسلين. هناك حالات كثيرة شاهدناها، أولا معاناة أو مناشدة من الأهالي في نشرات الأخبار أو في التقارير التي كانت تصلنا من الميدان خلال الأشهر الماضية. كانت هذه هي بداية أولى لاختيار هذه الحالات لكي تنفذ لها مشاريع، سواء مشاريع للأشخاص أو لمناطق على شكل مدارس أو فصول دراسية أو مراكز صحية أو حتى عون للمزارعين، عون أيضا تقديم مشاريع للأهالي على هيئة خزانات مياه بسيطة. وبالتالي هي مشاريع نقول للآخرين أنه بالإمكان أن تخصص، أن تذهب الأموال إلى مكانها الصحيح إذا ما وجدت الإرادة الحقيقية، وإذا ما وجدت هناك شفافية كبيرة جدا في التعامل مع مثل هذه المشاريع. لاحظنا خلال العام الماضي أن هناك حديث عن أكثر من 15 مليار دولار ذهبت لمساعدة اليمنيين، بينما المناطق التي ذهبنا إليها لم تصل إليها أي منظمات إغاثية دولية أو حتى محلية. هناك آلاف النازحين، آلاف يعني عشرات المخيمات لم يصل إليها أي مواد. يعني لو كانت هذه المبالغ هدفت كما يعني فكرة البرنامج ربما لا انتشلت الكثير من. نعم، كان هناك أيضا مشكلة كبيرة واجهتنا في كل مكان، أن الناس يتحدثون عن انعدام المدارس، انعدام الخدمات التعليمية، توقف الدراسة في عدد كبير جدا من المناطق، بما فيها مناطق تحت سيطرة الميليشيا أو تلك المناطق التي تحت سيطرة الحكومة الشرعية. التعليم والطلاب كانوا هم الخاسر الأكبر. حاولنا تلمس بعض الجهود والاستمرار عليها. هناك أهالي في تعز، في شبوة، في أبيان، في مأرب حرصوا على ذهاب أبنائهم حتى مدارس، لا يعني مباني لا تصلح أن تكون حتى مدارس، بعضهم يدرسون تحت الأشجار، بعضهم في خيام. حاولنا أن نساعد أو نقدم جزء من المساندة عبر بناء فصول دراسية، عبر محاولة ترميم بعض المدارس أو بعض الفصول الدراسية، حول مساعدة أو الأهالي بالاشتراك مع الأهالي في بناء فصول جديدة للطلاب. وبالتالي كانت هذه واحدة من أهم المشاريع التي عملنا عليها، ووجدنا أن الناس في كل المناطق يتحدثون عن التعليم. حتى عندما ذهبنا إلى مناطق نائية في حضرموت، في مسيلة الأحرار، في وجدنا واستطعنا أن ننفذ مركز صحي هذه في هذه المنطقة التي تبعد عن أقرب منطقة منها 8 ساعات بالسيارات، وهي مناطق وعرة جدا. وعندما نفذنا مركز صحي كان الناس يتحدثون أيضا عن أهمية أن تصل إليهم مدارس، أن أبنائهم لا يذهبون إلى المدارس. عندما ذهبنا إلى حريب في مأرب كان هناك الحديث عن
احتياج كبير جدا للمدارس في أبيان. يعني كان رغم هناك الحرب ما زال الناس يفكرون نعم بالتعليم. في أبيان يدرس الطلاب في قرية ساكن طبيق في مكان آيل للسقوط بناه الأهالي في عام 95، ولم يذهب في طريق السيول، وهو اليوم شبه مهدد بالانهيار. قمنا بمحاولة ترميم لهذا المبنى، أعدنا تأهيل جزء كبير منه. كان لدينا خطة لأن نستمر في إمداد هذا المكان أو هذه المدرسة بكراسي وطاولات، لكن واجهتنا صعوبات وتوقف العملية عند بناء الجدران ويعني تعمير أو إعادة تأهيل الفصول الدراسية. بطبيعة الحال أستاذ أحمد، العمل في الميدان ليس بالسهل، بالتأكيد ستواجهكم العديد من الصعوبات، ربما ذكرت أحدها. ما هي أيضا أبرز المشاكل التي واجهتكم في تنفيذ، في استهداف المحافظات، في التنفيذ، في الوصول للمحتاجين؟ كانت الخطة أن ننفذ مشاريع في جميع المحافظات، لكن واجهتنا صعوبات كبيرة جدا في المناطق التي تحت سيطرة ميليشيا الحوثي. تم الرفض وصول قناة بلقيس، وعندما كان تحدثنا المشروع هذا التابع لقناة بلقيس كان الجميع يخشون وكانوا يتلقوا التهديدات، وحتى الذين الفرق التي اختارت أن تعمل معنا كانوا يقولوا أنهم لا يستطيعون تنفيذ هذه المشاريع ما دام ستنفذ لقناة بلقيس. في مناطق أخرى في الساحل الغربي مثلا حاولنا أن نذهب إلى الحديدة، حاولنا أن نذهب إلى الخوخة، إلى المخا، إلى المناطق، وجدنا أن هناك تهديد كبير جدا ورفض لوجود تنفيذ أي مشاريع بحجج يعني لا نعرف حقيقتها. لكن أيضا في مناطق أخرى مثلا في تعز نفذنا مشروع في النشمة مدرسة وقمنا ببناء فصول دراسية، فجأة عندما وصلنا للمراحل الأخيرة تدخلت قوة محسوبة على أبو العباس ورفضوا أن يتم أن نستكمل عملية تصوير المشاريع، وبالتالي كان الجميع يخافون، لا أدري لماذا الخوف من تنفيذ مشاريع خدمية دون أي أجندة سياسية. هذا إذن يفكروا أصلاً نعم، هذا يشير على أن حالة من الخوف والرعب التي يتقاسمها الجميع، وحالة من أيضاً محاولة تجهيل المجتمع، محاولة جعل المجتمع أيضاً يعتمد على المعونات والمساعدات، وأيضاً يعني من أجل تجيش الناس خلف المشاريع الصغيرة لتلك القوى. حاولنا الوصول إلى حجة في المناطق التي تعاني من المجاعة، لكن أيضا لم نستطع، كان هناك تهديدات. حتى الشركات الإنتاج التي حاولنا التواصل معها كانت تخشى وتقول أنها لا تستطيع العمل في هذه المناطق، وبالتالي هذا يكشف أن هناك مناخ معادي للصحافة والحرية والإعلام، وحتى لأي نشاط أو مجتمع، نشاط مجتمعي أو محاولة لزرع أي بذور أو أي خطأ، إصلاح أي خطوات لإعادة الحياة أو إعادة تأهيل الناس في أي من المناطق، وبالتالي هذه واحدة من المشاكل الكبيرة. واجهنا مشكلة كبيرة جدا في الجوف عندما قمنا ب يعني مشروع صغير لأحد الأسر بعد أن أنهينا تصوير البرنامج، فوجئنا بمقتل أو استشهاد 3 من أفراد هذه الأسرة بلغم من زرعته ميليشيا الحوثي، وما ضاعف مأساة هذه الأسرة، وأيضا جعلنا نشعر بأن يعني هناك كارثة كبيرة جدا لا أحد يتحدث عنها. هناك الآلاف أو الملايين من الضحايا المنسيين لا أحد يتحدث عنهم. يحضر اليمنيين كأرقام في المنظم في أرقام المنظمات والتقارير الدولية، لكن على الواقع يعني لا يوجد، لم يصل إليهم أحد. إذن بطبيعة الحال سيظهر بعد عرض البرنامج سؤال، لما اخترتم هذه الحالة دون غيرها؟ سأستمع لإجابتك بعد أن ينضم معنا أيضا الفنان إبراهيم فضل، وهو الذي غنى شارة برنامج حيث الإنسان ولحنها أيضا. مساء الخير أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم هل تسمعنا؟ مساء الخير أستاذ إبراهيم. مساء الخير أستاذ أحمد، أيضا دمتم بخير إن شاء الله، ومساء جميل عليكم وعلى مشاهدينكم. علينا وعليكم إن شاء الله أستاذ إبراهيم، يبدو أنك قمت بتهنئة وصلتنا في النهاية. شارة البرنامج قمت بتلحينها وغنائها، حدثنا عن هذا العمل الفني الذي أنتج لبرنامج حيث الإنسان.
حقيقة يعني بداية بدأ العمل بالتواصل مع المخرج الجميل منير حداد، وعرضت علي الكلمات الجميلة للأستاذة الجميلة سبعة جيران ثابت حيث الإنسان. وفي الحقيقة في البداية يعني كنت أعاني في فترة يعني صعوبة في التلحين، فجلس أسبوعين حتى يعني وجدت لها لحن أنا ومشاركة من صديق العزيز الفنان صالح البكري. ومن ثم يعني تم توزيع الأغنية من الفنان الجميل مروان الحجاجي، فكانت الأغنية يعني شبه ملهمة يعني لأن الكلمات فيها جميلة، يعني المطلع يقول بالإمكان أن نصنع للأمل مكان، أن نوقف قتل العنوان، أن نجعل ما يحدث كان. نعم، يعني تحدثتم عن فكرة البرنامج، وربما أنت عايشت هذه الكلمات بهذه الفترة التي أخذتها للتلحين والغناء. عادة العمل الإنساني له طابع خاص في تلحينه في غنائه، هل تواجهون صعوبة حين يكون العمل إنساني أم على العكس هناك يعني الوضع ربما أسهل، هناك قرب أكثر للناس، الأداء ربما يكون أكثر مصداقية، ما رأيك؟ حقيقة يعني العمل الإنساني يعني بالنسبة لي أنا كإبراهيم فض بيكون أقرب لي يعني في صناعته، لأنه يعني لا يوجد تكلفة، يعني ما بيكونش في تكلف، يعني الكلمات بالذات إن كانت يعني جميلة ويعني بتلحن نفسها، فزي ما قلت لك إنه العمل الإنساني للفنان بالنسبة للفنان بيكون أسهل، والعمل أعتقد العمل التجاري يكون له صعوبة. فالموسيقى يعني في إعداد الموسيقى التي بتترجم اللحن وترجم الكلمات هي بتكون نوعا ما في اختيار الآلات المعينة التي بتفسر المشاعر الإنسانية اللي بالضبط تشتيها، فكانت الكلمات هنا ما فيهاش فيها كمية أمل، يعني فيها كمية أمل كبير إنه يعني بالإمكان نحن نبعد الحزن، نحن نمسح دمعة الحرمان، وننقذ قدر الإمكان من الإنسان المتبقي في الوضع الراهن. يعني أعتقد أن العمل الفني الإنساني يعني بالنسبة لي له يعني له صناعة جميلة، وبنستلذ يعني الفنان نفسه هو بيعمل عمل إنساني فني يعني بيستلذ وبيشتغله. نعم، برأيك أستاذ إبراهيم يعني هل تضيف الشارة للبرنامج كونها ربما تختصر الكثير من خلال الكلمات من خلال اللحن، ما هي القيمة الفنية لوجود شارة لبرنامج إنساني؟ حقيقة أعتقد أنه زي ما يعني لو ما نحن نعمل هوية، يعني هوية البرنامج أو هوية الشركة أو هوية يعني اعتقد الهويه السمعيه هذه الموسيقى يعني هي بتبدا في بدايه البرنامج وتنتهي بها، فهي المدخل يعني معرفه تعريف المشاهد بالبرنامج وما هو البرنامج، فالاشياء لها اهميه يعني زي الموسيقى التصويريه زي الذي بتخلق المشاعر الذي بتكون يعني الجو الخاص بالبرنامج. نعم، إذن شكرا جزيلا لك إبراهيم فضل، ملحن ومؤدي شارة برنامج حيث الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. وقبل أن أعود إليك أستاذ أحمد، دعنا فقط نذهب مع المشاهدين لاستماع جزء بسيط من شارة البرنامج. نصنع للأمل مكان، أن نوقف قتل الألوان، أن نجعل ما يحدث كان. بالإمكان أن نمحو بعض الأحزان، أن نمسح دمعة حرمان، أن ننقذ قدر الإمكان.
قطرة خير قد تحدث في العتمة نور قد تجعل لليل ضمير قد تبقي فينا إذن حيث الإنسان تكون قناة بلقيس. أستاذ أحمد، كنت سألتك سؤال قبل الهاتف ولكن سأعود إليه بعد أن تحدثني عن مراحل إنتاج العمل الفني، فكرة أن يكون البرنامج شارة، كل هذا كيف؟ بداية هناك جهود كبيرة جدا بذلت في هذا البرنامج، ربما البرنامج هذا هو الأكثر الأكبر طاقما والأكثر اللي تم تسخير ربما عدد كبير من طاقم القناة للعمل فيه ومتابعته، بداية من اختيار الحالات وتحديد أيضا الشركات في الميدان، الشركات الإنتاج وشركات التصوير والطواقم أيضا المتعاونين مشرفي المشاريع ومنسقيها في المحافظات. بعدها تم التواصل كيف يمكن أن نخرج ببرنامج يناسب توجهات القناة الإخبارية وأيضا يقدم رسالة جديدة، فكان تم اختيار هذا النوع من الأنواع، برنامج يقدم فيلم بسيط إنساني يعقبه سؤال أو داخل هذا السؤال وبعده اتصالات وجوائز، لكن ربما استغرقنا أكثر من 3 أشهر للوصول إلى هذه اللحظة، بدءا منذ إعلان الفكرة الأولى وتحديد طاقم العمل وبدء الاجتماعات. وطاقم العمل هو في البداية كان طاقم صغير لكنه توسع مع الوقت، واليوم تم إشراك عدد كبير جدا من المحررين ومن المعدين ومن المونيتيرات والفنيين. على رأس هذا الطاقم كانت هناك أيضا جهود واضحة للزميلة هناء صالح مديرة شركة بلقيس ميديا، أيضا الزميل منصور النقاش منتج البرنامج، منير بحداد المخرج الذي اهتم بجميع التفاصيل الفنية، بالإضافة إلى عيسى إسماعيل، زهر الجمرة، محمد خليفة، و يعني أسماء كثيرة جدا لا يمكن أن ننساها أو لا يمكن أن ما زال العمل يعني ماضي فيها. هناك أيضا الزملاء المحررين الذين كتبوا القصص وبدأوا أبدوا استعداد كبير جدا في تغطية متابعة التفاصيل. نحن قسمنا هذا المشروع أو كل حلقة إلى أو كل مشروع إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى هي تشخيص الحالة والتصوير قبل التدخل، شرح ماذا تعاني هذه المنطقة وهذا الشخص أو ماذا يحتاجه أو ماذا تحتاجه من جهود أو من إمكانيات أو ما هو المشروع المناسب، ما هو التدخل المناسب. بعدها يتم تقييم الحالة، يتم البدء في التنفيذ وشراء الاحتياجات أو تجهيز الأماكن. بعد ذلك يتم هل وجدتم صعوبة في الاختيار أم كان لديكم عدد من الحالات وتم الاختيار؟ ما هي آلية اختيار هذه؟ هناك صعوبة كبيرة جدا واجهتنا لكن تم التغلب عليها بالمزيد من المثابرة والإصرار. كان هناك حالات لم نستطع الوصول إليها، نحن كنا حاولنا توزيع كما ذكرت في سابقا حاولنا توزيع الحالات جغرافيا بحيث أنها تنفذ في جميع المحافظات، نعم، يعني تأخذ مشروع أو مشروعين أو 3 مشاريع بحسب الاحتياج. لم نستطع بعد ذلك، قمنا بتغيير الاستراتيجية حول المناطق التي استطعنا الوصول إليها والحالات الأكثر بناء على مقترحات تم قدمها طاقم العمل في الميدان، مراسلين في الميدان، أو الحالة التي تم استعراضها في القناة التي وردت في فترات سابقة. وبعد ذلك فتحنا الترشيح لأي حالة، طلبنا من الناس أن يشاركونا في اقتراح عدد من الحالات التي تستحق أن يتم مناقشتها. للأمانة نقول أنه لم يكن هناك أي اعتبارات سياسية ولم نطلب أي يعني من الحالات أي جهد أو حتى أي إشادة، أو حتى هناك عدد كبير من الحالات لم تعرف من الذي نفذ هذه المشاريع أو ماذا تريده أو لماذا.
لم يكتب حتى مشاريع او ما يتم الترويج له دائما. يعني الناس يوزعوا علبة فاصوليا وكتبوا هدية من كذا. نحن كنا نقول أنه برنامج إنساني وحاولنا فيه احترام كرامة الناس بشكل كبير جدا. الحديث عن الحالة بشكل عام وبشكل نعم يعني هل يعني في الغالب لم تكن حالات فردية كما فهمت؟ هناك قصص أو هناك حالات فردية، ولكن حاولتم أن تكون الحالة عامة لمجموعة، يعني يستفيد منها مثلا مشروع يستفيد من إما قرية إما منطقة. نعم. إما مجموعة من النازحين، أليس كذلك؟ حاولنا قدر الإمكان أن نبتعد عن الحالات الفردية لأنه هناك آلاف الحالات المشابهة، وسندخل في أسئلة لماذا هذه الحالة بالذات ولماذا. لكن كان هناك ضرورة فنية فقط في أن أخذنا بعض الحالات الإنسانية الفردية لأسرة فقدت عائلها، لأسرة هناك، خاصة حرصنا على دعم النساء بشكل كبير جدا، النساء اللواتي يعنى أسر. يعني حاولنا أن نعمل عدد من المشاريع البسيطة لأن هذه النساء أصلا لديهن القدرة أو الحاجة الأساسية للمضي قدما في حياتهن. لكن كان هناك مشاريع خزانات مياه، كان هناك مدارس، وحدات صحية، حتى مشروع طريق، وبالتالي كان أيضا دعمنا مزارعين يعني في مخيمات أيضا، وأيضا مخيمات للنازحين، وحدات صحية، مركز لتأهيل المعاقين حركيا. يعني حاولنا أن ننوع، لكن الفترة كانت قصيرة، وأيضا الموازنة ليست هذه الموازنة الضخمة الكبيرة التي نستطيع أن نقول أنها بإمكان. لكن كانت الفكرة من تنفيذ هذه المشاريع هي تسليط الضوء على أنه حتى وإن كان هناك مبالغ صغيرة مخصصة، لكن بإمكانها إحداث فارق في حياة الناس، بإمكانها أن تشعل يعني شمعة بدلا من أن نستمر جميعا في لعن الظلام، بإمكاننا أيضا أن نزرع ابتسامة في عيون الناس، بإمكاننا أن نقدم للناس، نقول للناس نحن معكم ولا نريد منكم شيء، نريد فقط أن تستمر الحياة في هذه المنطقة، أن يستمر التعليم، أن يحصل الجميع على يعني صحة جيدة، على خدمات صحية، على خدمات رعاية، أن يثق الناس بأن هناك منظمات أو بأن هناك جهات بإمكانها أن تقدم العون لهم بعيدا عن الاستخدام أو التوظيف السياسي. نعم، إذا ما مستوى الرضا عن التنفيذ أستاذ أحمد؟ يعني بالتأكيد هناك يعني مشاريع شعرتم بأنها كان لابد أن تأخذ فترة أطول أو ربما دعم أكبر، حدثنا عن هذه النقطة. نحن كنا يعني بالتأكيد نسبة الرضا موجودة إلى حد مقبول، لكن ليست تلك التي نستطيع أن نقول أن احنا صنعنا معجزات. نحن كما ذكرت وضعنا أيدينا على الجرح، ووضعنا أيدينا على أنه يعني على حالات يجب على الحالات التي يجب على المنظمات الأخرى، على الحكومة، على المجتمع الإنساني أن يسلط الضوء عليها. يعني كانت موازنة البرنامج هي تقريبا فاقت 150 ألف دولار، توزعت على 30 مشروع. هناك مشاريع كانت تحتاج أكثر من المخصص، لكن في الأخير هذا المخصص تم استهلاكه بالكامل على تلك المشاريع. كانت الفكرة قبل أن نبدأ في تنفيذ هذا المشروع أن ننتج بهذا البرنامج برنامج بهذا المبلغ برنامج مسابقاتي، وأن يصرف على الناس عن طريق اتصالات مساعدات، لكن وجدنا أن قد لا تذهب المبالغ للمستحقين أصلا، خاصة هناك المناطق التي لا يصل إليها تلفزيون ولا تلفزيون ولا كهرباء ولا إلى آخره. فقلنا إذا استطعنا أن يعني ننفذ مشاريع صغيرة يستفيد منها الناس هذا خير وأبقى، وستستمر. لا إذا وزعت مشاريع حتى في الشركات التي تذهب لتنفيذ أو القنوات التي تذهب لتنفيذ مشاريع مسابقات هي تذهب في درجة أولى إلى الربح، خاصة أنه كل إرسال رسالة ترسل رسالة بخمسين ريال بستين ريال، وفي نفس الوقت أنت تجمع من الناس
مثلا 500 ألف وتوزع 200 ألف في الحلقة، وهذا نعتبر أنه جزء من المغالطة والضحك على الناس. نحن حرصنا أن نوزع المشاريع للمناطق المحتاجة، بالإضافة إلى أن نحن خصصنا جزء من المبالغ للناس أيضا بطريقة مجانية عن طريق إرسال رسائل بالواتساب واختير 3 مشاركين. نعتقد أن هذه جزء من أيضا أو تظهر من يعني أيضا أنه لا يوجد هدف ربحي نعم من المسابقات كما كل البرامج. نعم نحن في القناة لدينا رسالة إنسانية. أيضا نحن في القناة نشكر جهود مؤسسة توكل كرمان التي وثقت في القناة وفي طاقم القناة واستطاعت أيضا أن تخصص هذا المبلغ، ونأمل أن يستمر مثل تخصيص مثل المبالغ في مشاريع كبيرة جدا، وإن شاء الله نحن ربما قضية الرضا نتركها للمستفيدين من هذه الخدمات. نحن كنا سعداء جدا عندما كنا نرى ابتسامة الأطفال بمدرسة بعودتهم إلى مدرسة وقد أضيف لها فصلين. النساء الذين كنا يذهبنا إلى يعني وهن مهددات وأطفالهم مهددون بالسقوط إلى أحد الآبار، وأنه باستطاع بإمكانهم الحصول على المياه بشكل أكثر أمانا. عندما ذهبنا إلى يعني ربة أسرة وهي كانت لديها صندوق على باب إحدى المدارس وأصبح لديها محل تبيع فيه، يعني هناك الكثير من القصص هذه. في الأزارق مثلا كان هناك مركز صحي لم تلتفت له الحكومة ولم يلتفت له أحد، يعاني من الكثير من القصور، وعندما وفرنا بعض الإمكانيات كان هناك رسائل من الشكر وتقدير من الناس. يعني وهذه نظرة الرضا في عيون الأطفال، ابتساماتهم وهم يتسابقون للعودة إلى مدرستهم في ساكن طبيق، وقد أصبح بإمكانهم مثلا أن يعودوا إلى فصولهم الدراسية، وقد أصبح للمدرسة جدران خلفي بعد أن كان لا يوجد لديهم جدران ولا سقف ولا سبورات. هذه أشياء ربما تشعرنا بالرضا، ولكن نحن نقول أن ما قدمته ما قمنا به في القناة ليس إلا قطرة يعني من البحر الذي يجب أن يتم فيه العمل الإنساني والعمل الخيري. نعم. بالنسبة لليمنيين، اليمنيين نعم يستحقون الكثير من الخدمات والكثير أيضا من يستحقون أن يستعيدوا حياتهم، وأن يكون هناك أيضا رقابة على الأداء الحكومي والأداء المنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإغاثية. فما يحدث اليوم هو جزء من كبير من الهدر وهو الاستهداف لحياة اليمنيين. اسمح لنا أستاذ أحمد أن ينضم معنا أيضا الشاعر عجلان ثابت، وهو كاتب كلمات شارة حيث الإنسان، عبر الهاتف من مكة. مساء الخير أستاذ عجلان. مساء النور، وبداية بشكل شخصي وعائلي أقول كل عام وأنت بخير أختي آسيا، وكل عام الضيف الكريم. وأنت بألف خير أخي العزيز. وبداية لو أردنا أن تحدثنا عن قطرة خير، كيف أتت أو بلورت هذه الكلمات لبرنامج حيث الإنسان كبرنامج إنساني وحولتها إلى عمل فني؟ قطرة خير هي عمل جديد يعني كتبته منذ أقل من شهرين تقريبا، بعد أن عرضت عليه فكرة البرنامج، برنامج حيث الإنسان. عجبتني الحقيقة الفكرة وسعدت بالمشاركة، وأتمنى أن يحقق الصدى المأمون في مشاعر الناس بشكل عام واليمنيين بشكل خاص. نعم، إذن الكتابة للمحتاجين والفقراء للعطاء للخير والعمل الإنساني، ماذا يعني لك وما القيمة المضافة في أعمال إنسانية كهذه، وأنت لديك العديد من القصائد الموجهة أو الإنسانية، وأيضا في مجال الأخلاق وفي مجال العديد من الأمور الإنسانية؟ نعم، يعني الكتابة للمحتاجين هي حاجة ملحة، أنا أعتبرها لغة إنسانية. يعني قبل كتابتي لنص حيث الإنسان، قبل الكتابة بأسبوع واحد فقط انتهيت من نص خذ بقلبي يا إله بحياة من عطاء، خذه أقمارا صغيرة لعيون البسطاء، كلما سهلت دربا يقتى يا دربي علا، كلما لامت قلبا مر في قلبي ملاك، مهنة الخير وكفي قبلة للمتعبين، إن عين الله تكفي حين أعطي وأعطي. هنا يأتي دور الشاعر والكاتب
لا يمكنه أن يعيش بمعزل عن المجتمع وعن تطلعات الناس. الصراع يعني سيبقى مستمر بين الشر والخير، بين الفقر والثراء، سيبقى مستمر. لذلك انحياز الطبقة المحقوقة من الناس هو ما يضيف له الكثير. صحيح. إذن تحدثت عن الأعمال الفنية ومدى أهميتها، لكن يعني بالنسبة للأعمال التي تحمل رسائل العطاء والعمل التنموي خاصة لليمن الذي يعيش واقعه بهذا الشكل اليوم، ما الذي تحمل مثل هذه الرسائل؟ نحن نعيش فعلا في واقع مؤلم، واقع اليمن المؤلم، نبحث فيه عن مساحة للمتخيل، للكلمة، للصورة. استوعبنا دروس الياس، حفظناها عن ظهر قلب، حفظناها جيدا، لم يكن ما يقال في وسط البؤس الذي وصلنا اليه. لذلك علينا البحث عن دوافع للضوء باعمالنا وبعطائنا بغنائنا بكل ما من شانه ان يؤدي بنا الى الحياه لا الى الفناء الذي اصبنا بتخمه منه. طيب. إذا شكرا جزيلا لك الشاعر عجلان ثابت، كنت معنا عبر الهاتف من مكة المكرمة. إذا عودة إليك أستاذ أحمد. بطبيعة الحال هذا هو كان برنامج حيث الإنسان، كبرنامج إنساني بقالب مسابقاتي مختلف تقدمه قناة بلقيس، ولكن هناك العديد أيضا من البرامج في الخارطة البرامجية القادمة. دعنا قبل أن ندخل إليها نذهب لبرومو برنامج الحالمة ثم نعود للتعقيب عليه. زهرة المدائن وطفلتها، رئة الحلم ومبتداه، حيث تكتمل قصة الأرض والبحر والإنسان، حيث الصبر، القباب والمآذن. موسيقاها المعجونة برائحة الخبز ونكهة الأرض، حيث نبض الحياة تكون تعز. الحالمة. نعم أستاذ أحمد، تعقيبك على البرومو. قبل أن نذهب إلى الحالمة، يعني دعيني أشكر الشاعر الكبير الأستاذ عجلان ثابت من القلب. يعني هو تبرع بإهداء أو بكتابة هذه القصيدة الرائعة، شارة البرنامج للقناة دون مقابل، ورفض أن يأخذ أي مقابل. وهو ليس، وهذا ليس جديد على شاعر الكبير عجلان ثابت الذي يعد من أجمل الشعراء الملتزمين بدعم الناس والتحديث عن معاناتهم. شكرا جزيلا له. نعود برنامج الحالمة، هو برنامج من اسمه مخصص لمدينة تعز، يناقش واقع الحياة في مدينة تعز، يفتش عن بقع الضوء، عن الترويج لمكامن الجمال في هذه المحافظة. وهو ثاني برنامج ينتج من تعز للقناة. لدينا برنامج الميليشيا مرت من هنا، هو البرنامج الذي يعني يوثق كل الدمار الذي تعرضت له المدينة خلال الأعوام الماضية، سواء من قبل ميليشيا الحوثي أو حتى الدمار الذي تعرضت له بشكل عام بسبب المواجهات وبسبب الحرب وبسبب أيضا الغارات التي تعرضت لها المدينة. يعني البرنامج الأول ربما أظهر جانب الحرب، هذا البرنامج تحاول أن تظهر أيضاً أن هناك رغم الحرب أن الحياة مستمرة. أن الحياة مستمرة. هو كم مدة البرنامج؟ مدة البرنامج نصف ساعة تلفزيونية، سيبدأ من هذا الأسبوع، ويقوم بإعداده طاقم من الزملاء في الميدان المحترفين، وتقدمه الزميلة آفاق الحاج، و تقريبا في الإعداد هناك صابر الجابري وأنس الحاج في التصوير والمونتاج. وهو يحاول البرنامج هذا أن يقدم صورة مغايرة لتعز التي دمرتها الحرب، والتي لم يعد يسمع الناس منها لا سوى أخبار الاغتيالات والعنف
الدمار والصراعات والانقسامات، نستطيع أن نقول أننا سنحاول أن نقدم تعز بوجه آخر، تعز الإنسان، تعز الهوية، تعز السلام، تعز الثقافة، تعز التعايش، تعز التي بإمكانها أن تنهض من وسط ركام الحرب، التي تعز التي تقاتل في صفوف اليمن في كل الجبهات ومع اليمنيين في كل مكان. تحتاج أن يعرف الناس هذه المدينة ويعرف الناس الوجه المغاير، وإن شاء الله ننجح في تقديم هذا الوجه لتعز، فتعز تستحق الكثير يعني. نعم. إذن هناك أيضا غير تعز برنامج حكاية رمضانية حضرمية عفوا، وهو مخصص لحضرموت. قبل أن نتحدث عنه دعنا نشاهد البرومو. هنا حيث تبدأ الحكاية ولا تنتهي، كل المدن تتشابه إلا حضرموت لا تشبه غير نفسها. هنا يتكامل الإنسان والدين ليشكلا صورا نابضة بالحياة، تجذبك تفاصيلها الكثيرة وطرازها المعماري الفريد. حكاية حضرمية محاولة لرسم صورة المكان وتقديمها في قالب وثائقي. إذن هذا البرنامج نعم هو يقدم حكاية رمضانية عما ستتحدث حكاية حضرمية. هذا البرنامج يقدم بقالب جديد في القنوات الفضائية اليمنية، هو يتحدث عن قصص، عن مناطق، عن أسواق، عن معالم في حضرموت، لكن بقالب شبه وثائقي بسيط، فيه إعادة تمثيل وفيه أيضا شغل متطور. نستطيع أن نقول أنه سيكون إحدى مفاجآت قناة بلقيس، وهي التي تحتل فيها محافظة حضرموت أولوية كبرى، حيث لدينا اثنين من المراسلين في محافظة حضرموت في الساحل وفي الوادي، وبالتالي اليوم هذا البرنامج هو باكورة إنتاجنا في حضرموت، ونحن فخورون جدا بالطاقم الذي استطعنا أن التعاقد معه وشركة الإنتاج التي استطاعت أن تعمل لنا هذا البرنامج الذي سيمثل إضافة نوعية للعمل التلفزيوني اليمني. كل يوم في الموسائقي قصير. هناك تقريبا 30 حلقة، لكن سيكون كل حلقة خاصة ببرنامج أو بقصة معينة، سواء سوق أو معلم أو طقس من الطقوس التي تتميز بها محافظة حضرموت، وهو سيكون بدون تدخل أي من المذيعين أو التعليق الصوتي، لأنه سيقدم برواية بشكل شبه وثائقي يحكي فيها الناس عن حياتهم وعن تلك المعالم. وهذا العمل نتمنى أن نستطيع تنفيذه في أماكن أخرى، خاصة أنه تم استخدام أحدث التقنيات التلفزيونية فيه، تم استخدام فيه الطائرات، الطائرة بدون طيار الصغيرة المخصصة للتصوير، وأيضا تم استخدام عدسات وتقنيات حديثة جدا. إن شاء الله أنه نستطيع إذا نجحنا في هذه التنفيذ هذا في حضرموت، نأمل أن تكون هناك قدرة لتنفيذ مثل هذا البرنامج في محافظات أخرى، لكن تعوقنا دائما. نحن لدينا أيضا خطة، كنا لدينا أيضا مشروع لبرنامج من أرض بلقيس، وكنا بدأنا الإعداد معه، لكن لظروف تقنية وظروف أيضا تتعلق بشركات الإنتاج في الداخل وقدراتها على إنتاج ما يتناسب مع تطلعاتنا، ربما سيتم تأجيله قليلا، لكن نحن في صدد الإعداد له. أيضا لدينا برنامج اللي هو التفاصيل، وهو برنامج تحقيق استقصائي، إن شاء الله سيظهر خلال الفترة المقبلة في رمضان أو بعد؟ لا بعد رمضان. نوه فقط أنه رمضان هذه المرة يتزامن مع الذكرى الرابعة لانطلاق قناة بلقيس، 4 سنوات، يعني ربما حوالي 9 أيام تفصلنا أو 6 7 8 أيام تفصلنا على الذكرى الرابعة لانطلاقة قناة بلقيس، وإن شاء الله ستظهر فيها قناة بلقيس بحلة جديدة إن شاء الله بانتظار. لكن رمضان سيكون هو الفاتحة الأولى، وحيث الإنسان سيكون هو
أول هدايا الذكرى الرابعة، وكذلك برنامج الحالمة وبرنامج حكاية حضرمية، بالإضافة إلى لدينا الخاطر البرامجية مستمرة، لدينا المساء اليمني هو أبو البرامج وأصلها سيستمر في رمضان، وهو الذي يقدم المشهد اليمني بامتياز. لدينا برنامج الميليشيا مرة من هنا، سيكون برنامج يومي يبث هذه في رمضان كل ليلة أيضا من تعز. من تعز أيضا لدينا برنامج تم الرصد سيتم، وهو برنامج حقوقي إنساني سيعرض يوميا خلال شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى استمرار التغطية المستمرة ونشرات القناة الإخبارية بشكل كامل وبرنامج كشك الصحافة. ونتمنى أن يستمتع جمهور قناة بلقيس يعني بمتابعتنا في شهر رمضان الكريم. نعمل ذلك. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد الزرقا مدير عام قناة بلقيس، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.